تتنوع العمليات الفدائية الفلسطينية بين الطعن أو تلغيم الجسد أو سيارة أو حقيبة وغيرها، ويتم تنفيذها في تجمعات الاحتلال والصهاينة أو مناطق حيوية لتحقيق أكبر خسائر، ولها تاريخ طويل وتشكل قلق كبير عند جيش الاحتلال لأنها تصل إلى صميم تجمعاته وثكناته وتهدف لإصابة أكبر عدد من المستوطنين وأفراد الجيش. لكن ما حدث في قلب يافا تل أبيب كان مختلفاً. شابان فلسطينيان وبعملية مزدوجة تسللا إلى إسرائيل وطعنا مستوطناً واستوليا على سلاحه، ثم بسلاحه نفذا عملية إطلاق نار أوقعت 23 شخصاً، منهم 8 قتلى و14 آخرين بجراح متفاوتة، منها 6 إصابات حرجة. ودعونا هنا نشاهد تسجيلاً مصوراً لهذه العملية الفدائية. قتلوا عالم، شوفوا شوفوا جوا بس اللي قتل. طبعا هذه العملية جاءت بعد أن رفع جيش الاحتلال من تأهبه على خلفية تحذيرات من وقوع عمليات انتحارية حسب وصفهم، أي استشهادية، قبيل الأعياد وفي ظل ضغوط تمارس على الضفة. اعتقل الاحتلال من خلالها عدد من الفلسطينيين بعدة مدن وقرى في الضفة. وفي أول رد فعل للاحتلال نقلت القناة 12 العبرية عما يسمى وزير المالية بتسليئيل سوموتريتش قوله: سأطالب الآن في جلسة مجلس الوزراء بترحيل أفراد عائلات منفذي العملية الذين نفذوا الهجوم الشنيع في يافا إلى غزة الليلة. إذن بدورها حماس أشادت بالعملية البطولية في يافا المحتلة وقائلة إنها قالت إنها رد طبيعي على حرب الإبادة والعدوان الصهيوني في غزة والضفة والقدس ولبنان، كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد كل أشكال المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بكل الوسائل. على منصات التواصل مشاهدينا كان للعملية صدى كبير، دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتكم. نذهب إلى منصة الفيسبوك ونبدأ من رؤى برهوم حيث علقت قائلة: اللهم مثل هؤلاء الرجال فبهم لن تذهب دماء الأبرياء والنصر قريب، رحم الله شهيدين أصحاب الحق وتسلم أيديهم. أما عبد اللطيف خير فيقول: مثل هذه العمليات التي ستقضي على الاحتلال أبطال وأحياء عند ربهم يرزقون، عاشت إيديهم، اللهم تقبل شهادتهم يا الله. ننتقل إلى منصة إكس حيث علق إسلام بهذا القول وقال: يجب أن نعلم أو نعلم أولادنا كيف أن مثل هؤلاء كيف استشهدوا وكيف دخلوا وضربوا العدو في وسط داره إلى جنة الخلد إن شاء الله. أخيرا أنور اليمني كتب قائلا: هؤلاء هم الفدائيين الذين صنعوا يومنا، هم الذين نشروا الرعب والهلع في قلب تل أبيب، هم الأبطال الذين أعادوا بريق 7 أكتوبر. ومشاهد العملية لهؤلاء الأسود ردت فينا الروح. مشاهدينا، بالرغم أن مثل هذه العملية تمثل أحد أشكال الحرب غير المتكافئة أمام ترسانة الكيان المحتل، إلا أنها مؤثرة وناجحة في حرب الاستنزاف والتي يتمكن المقاوم من خلالها بإلحاق أضرار جسيمة بحق هذا الكيان الذي لا يمارس إلا الإبادة.